بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا في برنامجكم التاريخ عبر قناة القرآن الخامسة من التلفزيون الجزائري. نحاول أن نقرأ فيها حوادث التاريخ ونستجلي أيضا بعض المحطات التي من المفروض أن تكون لنا قاعدة أساسية لكي نقرأ حاضرنا ونفهم مستقبلنا، لأن الذي لا يقرأ تاريخه لا يمكن أن يفهم مستقبله. كالعادة اسمحوا لي بدون إطالة أن أرحب بعلماء هذا البرنامج الطيب. أستاذنا الهادي الحسني، أهلا وسهلا بك. مرحبا، أهلا وشكرا على هذه الإضاءات التي تقدمها في هذا البرنامج. يتقبل إن شاء الله بإذن الله. أستاذ سعيد معول، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك. شكرا على العفو. العفو، شكرا على هذه المجهودات التي تقدمها أنت أيضا في هذا البرنامج الطيب. كما جرت عليه العادة، سنحاول في هذا العدد بالذات أن نواصل ما بدأناه سادة الأفاضل في العدد السابق والمتعلق ببعض المحطات أيضا التاريخية التي من المفروض أن تكون أيضا لنا قاعدة نحاول أن نستخلص منها العبر، طالما أن قاعدتنا في هذا البرنامج التاريخ لا يمكن أن يجدي نفعا إذا لم نؤصل إلى العبر التي يمكن أن نستقيها والتي يمكن أن نستفيد منها. تحدثنا في العدد السابق عن بعض القضايا التي كانت فعلا أساسية في حديثنا عن التاريخ الإسلامي. تحدثنا عن المرحلة المكية وما أحاطها من إرهاسات وحوادث، وتحدثنا أيضا وأشرنا إلى بيعة العقبة. كما سمح الوقت لنا أيضا بأن نشير ولو ضمنيا إلى هذه الوثيقة الخالدة التي شهدها التاريخ الإسلامي والتي أسست لبناء الدولة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم في هذا العدد بالذات سنحاول التعرض إلى موضوع أعتقد أنه لا يزال إلى يومنا هذا موضوع الراهن الثقافي والسياسي والاجتماعي، بالنظر إلى مفهوم الأمة وعلاقته أيضا وارتباطته بالقاعدة التي تؤسس عليها الدولة. إذا موضوع هذا العدد هو من الأمة إلى الدولة، نحاول أن نفهم هذه العلاقة وهذه الترابطات الموجودة بين هذين المفهومين العظيمين الأمة والدولة. كيف انتقلنا من مرحلة الأمة إلى مرحلة الدولة، ثم ما هي الحوادث التي علقت هنا وهناك والتي من شأنها أيضا أن تفيدنا في تحليل ما يحدث اليوم في هذا الزمن وفي هذه الأيام، حتى نستفيد ونستسقي العبر أيضا من هذا البرنامج الطيب. بدون إطالة سادتي الأفاضل، وقبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع سأبدأ بك إذا سمحت لي أستاذ سعيد معول. نتحدث اليوم عن موضوع من الأمة إلى الدولة، طيب ضمنيا هكذا كتوطئة، هل يمكن أن نتحدث قبلها عن موضوع الهجرة النبوية وما أمكن تفعيله من أبعاد لهذه الهجرة؟ وقبل ذلك إذا سمحت لي، هل يمكن أن يعذر المرء عندما يختلط عليه مفهوم الهجرة اصطلاحا ولغة ومضمونا أيضا؟ بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عليه الصلاة والسلام. شكرا على هذه الإثارة، إثارة هذه النقاط التي يجب أن نبحث لنقف على كونها والعبر، لأن حصتك سميتها بتاريخ عبرة. صحيح. ما انتهى التاريخ، التاريخ لا يسرد، لقد كان في قصصهم عبرة. أصل إلى الهجرة، ولكني أريد أن أذكر بما مضى قوله لأحاول أن أدمج مختلف المعارف والتعلمات التي كنا قد قدمناها. صحيح. هذه قريش ليست كلمة هكذا أو حدث تاريخي مرة وانتهى. حينما نتأمل في موقفها من الرسول صلى الله عليه وسلم ندرك بأن ما فعلته هو ما يفعله الطغاة في كل زمن وفي كل مكان. حاولوا إغراء النبي عليه الصلاة والسلام بالمال، وما يزال عامل المال في العالم يتحكم إلى الآن للأسف. صحيح. شراء ذمم وتخريب الأمم وشراء ذمم الرجال إلى آخر، يعني العامل المالي هو الذي يوقد الحروب للأسف، هو الذي يسبب العدوان إلى آخره. ثم البروباغاندا، يعني الحرب النفسية، الأقوال التي كان حتى الله تعالى يصف رسوله بأنه ضاق صدره وبأنه حزن على ما كانوا يقولون. حرب
شعواء ضد هذه الدعوة الجديدة في محاولة منهم للقضاء على هذه الفكرة. ثم مروا إلى شيء آخر والبروبوغاندا. اليوم شوفي وسائل الإعلام الآن في المشارق والمغارب كل يدعي كيفاش ليلى وصلت بليلى. ثم بعد ذلك حاولوا الحصار، حصار بني هاشم في شعاب مكة، وما يزال هذا الأسلوب يستعمل الآن ونحن نسمع في الصباح وفي المساء إن الشياطين لا يحولون. نعم، الحصار الاقتصادي على الجهة الفلانية والحصار الاقتصادي على الحصار الفلانية وكذا. شوفي الآن دول تدعي تحضر تبتز الشعوب وتبتز الذين يدافعون عن حقوقهم باسم المساعدات التي تقدمها لهم بدون أن أذكر الأسماء. ثم مروا إلى التصفية الجسدية، أرادوا أن يصفوا جسد الرسول صلى الله عليه وسلم جسد أن يقضوا عليه جسديا ليقضوا على الفكرة، ويظنون بأن الجسد إذا قضي على الجسد يقضون على الفكرة، ولا يعلمون أن القوة لا يمكنها أبدا أن تقضي على الفكرة. سبحان الله. والقلوب بيد الرحمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولهذا حتى الحساب كله قائم على هذا الأساس، وما كانش واحد يقدر يحاسب على ما في قلوب الناس الا هو ربي سبحانه. صحيح. رب العرش العظيم قال هذا الانسان، ايها الانسان انا فقط اللي نقدر نحاسبك. اذا كل هذه الامور، وحينما نقرا القران هؤلاء القوم الرسول صلى الله عليه وسلم من خطر في كثير من الاحيان نسمع الخطباء من هنا وهناك والذين يروون لنا السيره وسيره الرسول صلى الله عليه وسلم يحكون ويوهموننا كأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة خرج هاربا بسبب هذه الحادثة، تحالف هذا الذي قامت به قرش من أجل القضاء عليه وتوزيع الدم دياله بين القبائل، وما تزال فكرة التحالفات قائمة الآن، وقد تطورت من القبائل الدول، مجموعة من دول تتحالف ضد مجتمع، ضد فكرة، ضد مبدأ معين. كثير من الخطباء أو كتب يصورون كأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج خائفا وهرب والناس تجري يلهثوا والناس تجري، ليست هذه. ولذلك نحتاج إلى تأصيل لا هذا لا المفهوم. الله تعالى ماذا قال على هؤلاء القوم الذين فعلوا كل هذه الأفعال دون دخول في التفاصيل، هكذا ندمج تعلمات هذا الناس. واش يقول ربي عز وجل في سورة ياسين؟ ياسين والقرآن الحكيم من كلام المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. سبحان الله. هذا قرآن يقول هكذا بالتأكيد، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. واش قال ربي عز وجل؟ إن بتوكيد ثاني، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكوا إلى أنفسهم وما يشعرون. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يفقه القرآن هو الذي يفهم القرآن أن هؤلاء القوم لا يمكن أن يعني أن تبذر هذه البذرة في قلوبهم أبدا بالنص القرآن، ولهذا كان عليه أن يبحث عن أرض أخرى أين يمكن أن تزرع هذه الفكرة لتنبت، لأن ما كان يرمي إليه رسول صلى الله عليه وسلم. ليش دولة بمفهومنا نحن قال ندير دستور وندير
برلمان وندير حكومة وندير جدرمية وندير دي بوليسية وندير هذا شيء جميل. هذا جاء مع تطور، ولكن الدولة التي كان يرمي إلى بنائها هي بناء الإنسان صحيح، القلوب التي ستبني الدولة، الإنسان الصالح الذي سيحقق هذا المجتمع، مجتمع الفضيلة، مجتمع الأمن، مجتمع السلام، مجتمع الكرامة البشرية، الكرامة الإنسانية. صحيح. ولهذا الذي هو بناء الفكرة التي نعم كانت فكرة الهجرة التي كانت هي مع يعني مع قديم قدم الإنسانية كل الأنبياء والله تعالى يقول فيها إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما يوم القيامة قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما نقدروا والو يعني فشلنا في حال الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يتكلم ويفعل إلى يقول كان فشلت الله غالب ما بلغت انتهى الأمر لا قالوا أولم تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وشوف حكم الله تعالى القاسي فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا يا الله لماذا؟ لأنك غير معفى قال حاولت ولم استطع لا لا حاولت هنا لم تستطع هذه هناك. الأرض لا تنبت ابحث هناك وابحث هناك ولا يجوز لك أن تتوقف عن تنفيذ ما أمرت به لأن الإنسان هكذا كلف هذا هو التكليف هذا هو التكليف الذي كلف الله تعالى به الإنسان أن يسعى إلى تحقيق مجتمع الكرامة مجتمع الإنسانية مجتمع العدل مجتمع القسط مجتمع الذي يعيد لهذا الإنسان كرامته التي هو ديرت عبر القرون منين من طرف أخيه في صحيح في هذه النقطة أستاذ الفاضل فمعنى الهجرة إذن طيب. هو السعي من أجل البحث عن مكان آخر يكون صالحا لإقامة ما كنت ولبناء الفكرة لبناء الفكرة ولبناء المجتمع طيب. ولبناء هذا المجتمع الآمن الذي يصلح لإقامة الدولة طيب سأتلقى في الخيط من هذه الفكرة الجميلة التي استفدت فيها نعم. بشيء من المتعة صراحة أستاذي سعيد معول وأتحول إلى أستاذنا الهادي الحسني وأنا أستمع إلى هذا الكلام الطيب بعض الأسئلة قد تراودنا نحن كمشاهدين واعتبر نفسي اليوم مشاهدة وأنا أستمع إليكما طيب إذا كان الأمر بهذه الجدية وأعتقد لن أبالغ إذا قلت بهذه الخطورة لأنه قضية بناء الفكرة أعتقد أنها من أكثر المشاريع التي يمكن أن تجهض من هنا وهناك وبالتالي وقعها سيكون خطير أيضا طيب ضمنيا السؤال الذي ينتابني الآن إذا سمحت لي أستاذ الهادي الحسني نحن نعرف أنه رب سبحانه وهو من هو جل شأنه يعني كان من الممكن أنه يحدث للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فعل التمكين الإلهي كما حدث مثلا في سورة الإسراء والمعراج حمل من هنا وهناك وبالتالي القضية كانت تتبلور في فكرة المعجزة ما هي العبرة من وجود هذه المرحلة التاريخية بالذات ونحن نعرف أنه كل شيء ولكل مرحلة في التاريخ الإسلامي إلا وهي محطة من المفروض أنها وضعت لكي يعتبر منها البشر والبشرية جمعاء أين هي العبرة؟ يعني ما كانتش معجزة كانت قادرة تكون معجزة لماذا لم تكن هناك معجزة؟ وكان التمكين الإلهي من خلال هذه المراحل التي يعرف جميعنا كم قاس فيها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين شكرا على السؤال إن إذا فهمت السؤال يعني كان الآية اللي أوردها الأستاذ سعيد سيسأل الله عز وجل أناسا عن عدم تحركهم قال ولماذا قال كنا مستضعفين الجواب نعرفه من القرآن كنا مستضعفين في الأرض هو نفس الجواب الذي يتكرر نعم اليوم فيأتي الجواب من عند الله عز وجل ألم تكن أرض الله أو الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إذن في الهجرة هي مش فرار لكن تحيز أو كيفاش إلا متحرف
لمعركة معركة فكرية معركة مادية أو متحيز إلى فئة صحيح أو منضم إلى فئة أخرى. ولهذا احنا ربي عز وجل قال لنا المسلم يتأسى يقتدي بالمثل الأعلى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاين التصرف نتاعو منها ما هو معجز ولا مكان ولا قدرة للإنسان أن يأتيه. هذا كرامة من ربي عز وجل أعطاه كما أشرتي الإسراء والمعراج كرامة من ربي عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أخذه من مكة إلى القدس في طرفة عين أو أقل أو أكثر دون أن يذيقه مشق السفر. ونحن لسنا مطالبين بأن نقتدي في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإسراء ولا في هذا المعراج، ما ممكن ذلك. لكن الهجرة عمل بشري، ولهذا هي ما قال النبي ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل وهو الأكمل وهو هاجر، ألم يكن في قدرة الله عز وجل وهو الأقدر وهو القادر وليس بمعجز أي شيء لا يعجز الله عز وجل أن يأخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة يحطه في المدينة تماماً في يثرب ما يحتاج لا أم معبد لا الجماعة يحوسوا على مئة ناقة ولا صراقة الذي تبعه ولا الرواية الحمامة نسجت على الغار وكذا ولا كل هذا ما كان في حاجة إليه لو أن هذه الهجرة لم تكن محل قدوة. هي قدوة لنا. ولهذا بعض المسلمين خطر أحيانا المباح مش يطبق في جميع الحالات. نعطي مثل لقد هاجر إخواننا من الأندلس ما كانت النتيجة ضاعت الأندلس نهائيا وكان الأولى أن يقاوموا أن يتحرفوا لقتال وقد حاولوا ولكن كان يمكن أكثر وقد استنصروا ولم ينصرهم المسلمون. موجودة قصيدة كبيرة. المهم احنا ابتلينا بظاهرة الاعتداء على أرضنا على مقدساتنا. فبعض العلماء الذين يفهمون ظاهر النصوص قالوا لازم نهاجروا من الجزائر. منهم كاتب الأمير عبد القادر اللي هو بن رويلة صاحب الكتاب الوشاح وشاح الكتائب في الجيش المحمدي الغالب قال لازم يا الجزائريين يا أهل الجزائر العاصمة يا أهل المتيجة يا أهل المدية الذين وصل الاستعمار الفرنسي إلى مناطقكم عليكم أن تخرجوا من هذه المناطق وتنضموا إلى أرض الإسلام إلى الدولة التي يرأسها الأمير عبد القادر. الفكرة في ظاهرها جميلة لولا أن عالما آخر اللي هو الشيخ محمد بن الشاهد وقد بلغ من الكبار عتيا بلغ القرن وربما أصدر فتوى أخرى قال هذا ما ينبغي كيف نترك الأرض للعدو. الفرنساويين جاءوا يأخذون الأرض إذا سهلنا لهم المهمة ذلك ما كانوا يبغون هذا الأرض ذلك جات منك ثم ذلك ما كنا نبغي. إذن فالفتوى نتاع ابن الشاهد ربما خلات نوعا ما هذه الفكرة اللي طرحها بن رويلة استنادا إلى فتوى الشيخ الونشاريسي في مسلمي الأندلس. ولهذا نلقاو نص آخر في سنة 37
وفي سبتمبر بالضبط 37 عندما افتتحت دار الحديث في تليمسان، وألقى نظن الشيخ طيب الشيخ مبارك الميلي درسا في الحديث الذي ذكرته قبل قليل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره، وفي حديث الهجرة. بعدما أنهى الشيخ مبارك الميلي شرحه للحديث شرحا علميا مؤصل وكذا، نهض الإمام بن باديس ليعقب ليضيف. ماذا قال بن باديس؟ قال هكا نصا: نحن قوم لا نهاجر. الله أكبر، بوضوح هكا موجود في الشهاب. نحن قوم لا نهاجر، نحن حراس العربية والإسلام والقومية بالمعنى الوطنية في هذه الديار. ما شاء الله، وكان القول الفاصل: نحن قوم لا نهاجر، نحن حراس العربية والإسلام والقومية بكل مدعماتها في هذه الأرض. وسنة أو سنتين بعد هذا أو أقل جرى حديث بين الإمام الإبراهيمي والشيخ بن باديس وفي تلمسان. سبحان الله، جرى ذكر الهجرة. ربما فهم الشيخ بن باديس أن الفكرة راودت عقل أخيه الإمام الإبراهيمي، قال فانتفض وقال لي كلمة تصد أي واحد عن تطبيق هذه الفكرة. قال له: إن خروجي أنا بن باديس أو خروجك أنت يا الإبراهيمي يكتبه الله فرارا من الزحف. يا الله، هكا يا الله، في الجزء الرابع من آثار الشيخ البشير: إن خروجي أنا بن باديس أو خروجك أنت يا إبراهيمي يكتبه الله فرارا من الزحف. والفرار من الزحف من الكبائر، كما يقول ربي أقبح صورة في القرآن. إيه؟ هو ومن يوليهم يومئذ دبوره. إذا لقيتم الذين كفروا، إذا لقيتم الذين كفروا. قد تقول لي إن الإبراهيم وابن باديس في وقتهما لم يكن ملاقات مع الكفار، صح. ولكن نحن نفهم الملاقات غير الملاقات المادية. كاين ملاقات، قلنا في المرحلة المكية ما كانش الجهاد، لكن ربي استعمل المصطلح، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به. الجهاد الآن الفكري. المعركة المسلحة انتهت، صحيح، لكن الجهاد الفكري راه مازال، هو أصعب لأنه يعمل نعم الأفكار دائم مستمر. فقال: إذا لقيتم الذين أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ما تهربش. ومن يوليهم يومئذ يعطيه ظهره للكفار، ومن يوليهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. يا الله، الحكم يعني بشع. هذا بشع بشع. قال إذن باش نعرفه، وقد صدر منذ 8 سنوات أو 10 أو يعني ظهرت فكرة عند واحد بلا ذكر الأسماء يقول لإخواننا في فلسطين: اخرجوا من فلسطين ثم كروا من جهة أخرى. هذا فهم، لا هو فهم للواقع لا للماضي لا للحاضر لا فرار من الزحف. نعم، هذا فرار من الزحف. لا، كربي قال لنا: اصبروا وصابروا ورابطوا. سبحان الله، وماهوش سهلة، سنؤلم، ولكن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. بن غوريون قال: إن معركتنا ليست مع البيولوجيا لكن مع الجغرافيا، إن معركتنا مع البيولوجيا، مع الديموغرافيا، ماشي مع الجغرافيا. سبحان الله، مع كثرة المواليد الفلسطينيين. سبحان الله،
تزعج إسرائيل. ولهذا ما لا هم ينتهكون القوانين الدولية التي يتحدثون عنها. صحيح. إعادة اللاجئين ماوش الدولتين ما كانش. ولهذا ما كانش اختراقات في كل الصور. أكثر شيء يزعج العدو هو أن تتمسك بأرضك متر مربع ما تطلقوش. سبحان الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبحث على هذا المتر المربع لإقامة دولة. الفكرة يجسدها دولة. سبحان الله. وانا قلنا يعني فرق باش نذكر القرآن لم يرد فيه لفظ الدولة أبدا، فيه الأمة بكثرة. والجزائر نعطي الجزائر منذ براءها الله كم دولة أنشئت فيها ولكنها أمة واحدة. صحيح. إذن الدول تتبدل وتتغير لكن الأمة هي هي تبقى على مقوماتها وعلى تقاطها. وقد ذهبت دولتنا في 1830 لكن لأن فكرة الأمة اللي متركزة على زوج حوايج أساسيين أو ثلاثة الدين واللغة اللسان والأرض الجغرافيا. هذا هو. ولهذا بن غوريون كان يقول التوراة وطنون، وطننا هو التوراة. اللي ما حبيناش نفهمه أو بعض الناس يفهموا، سمعت أحد المسؤولين البارح يقول كنا أغبياء فمشينا وراء السراب. السلام، السلام الذي لا تحميه القوة ليس سلاما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كما قال الأخ سعيد، لكن أخرج، خاطر إخراج فيه إكراه، ولكن لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمه السلامة هيروح للمدينة ويقعد مهني، لكن بمجرد ما وصل للمدينة هاو التخطيط النبوي في بناء المجتمع المدني. يعني غير وصل إلى المدينة المنورة بدأ يخطط يؤسس الكيان نتاع الدولة اللي موجودة أساسها اللي هي الأمة التي هاجرت معه والأمة التي وجدها أو هيأها قبل أن في بيعة العقبة الأولى والثانية وما هيأه له سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. طيب. فلهذا الهجرة ليست فرارا لكنها تحيز إلى فئة وتحرف استعدادا وإعدادا للمعركة الكبرى. ممتاز. وأعتقد أنه إذا كنت فهمتك جيدا وأعتقد ذلك أنه الهجرة في النهاية كانت مرحلة ضرورية من أجل بناء مشروع آخر الذي هو بناء الدولة في مجتمع المدينة. طيب وأنت سيدي الفاضل تتحدث عن فكرة السلام، وكنت قد قلت أستاذ الهادي الحسني أن السلام لا يمكن الذي لا تحميه قوة لا يمكن أن يكون مشروعا فعليا. طيب ونحن نفكر أستاذ معول في مرحلة الهجرة ضمنيا سيتحول تفكيرنا إلى المرحلة التي تليها. طيب ستقع الهجرة فيها مشاكل وفيها إرهاسات وفيها تحديات، ولكن ضمنيا ألا تعتقد أستاذ معول أنه الإرهاسات التي ستحملها الهجرة أو التي ستؤدي إليها الهجرة ستكون ثقيلة جدا بالنظر إلى التركيبة أقول الاجتماعية والسياسية إن شئت أو الثقافية التي ستكون في مجتمع المدينة. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام سيكون في مجتمع فيه كثير من الفئات، فيه فئة المهاجرين، فيه فئة الأنصار، ثم بعد ذلك فئة اليهود. أعتقد والمنافقين. أن تماما والمنافقين ضمنيا التحدي سيكون كبير جدا، وأعتقد أنه في ذلك عبرة أيضا لأولي الألباب باعتبار أنه ما حدث آنذاك قد يقارب بشكل كبير جدا الذي يحدث اليوم في صراع العقائد وصراع الثقافات وصراع التفاوت الاجتماعي وصراع أيضا الطائفية إلى آخره. ما هي العبرة التي يمكن أن نستقيها ضمنيا من هذه المفارقة التاريخية أقول التي تصور لنا التحديات في عهد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، الإرهاسات التي ستواجهها الهجرة انطلاقا من هذا التفاوت المختلف في المجتمع، كيف واجهها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام
الأمم حتى نستعين بهذه المواجهة في تحدياتنا التي نعيشها اليوم. وما أكثر هذه التحديات. أريد فقط أن أعلق على تفضل يا أستاذ الهجرات التي وقعت عندنا. لأننا حقيقة عبر تاريخ طويل 14-15 قرن الإسلام يعني بآراء فقهية وروايات يعني كأننا أوجدنا إن شئت نوع من الزحام حول العلم الشريف الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشأنا ما يسمى بدار الحرب ودار السلام. الزحام إيجابي أم سلبي في كثير من الأحيان؟ لأن هذه آراء فقهية. أكيد. تعالوا بعدما أصبحت أرضكم أرضا للحرب، تعالوا إلى 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 دار الإسلام. ولكن كثير من العلماء فقهوا ما معنى الهجرة. الهجرة ليست فرارا، ليست استسلاما. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستسلم رغم هذه الصعوبات، لأن الذهاب إلى المدينة ليس معناه التخلي عن الحرم المكي بالمطلق الذي طهره أول مرة إبراهيم الخليل عليه السلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مكلف بإعادة هذا دار توحيد، هذا بيت التوحيد مكة المكرمة بيت الحرام إلى طبيعته الأولى، يعبد الله تعالى فيه وحده. معناتها ليس الذهاب الى المدينه هو تخلي نهائيا عن الحكمه، هي ولكن عنده كان عنده يقين، لان الله تعالى الوحي كان يوجهه، عنده يقين بانه سيعود في يوم الذي فرض عليك القران لا رادك. بارك الله فيك. والله عز وجل يقول له قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسولا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلتكن من الجاهلين. ويقول في آية أخرى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فاسبح بحمد ربك وكن من ساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا اليقين الذي وعده الله به كان يؤمن بأن هذه الدعوة وهذا المعنى وهذا الفكرة وهذا الدين سينتصر في يوم من الأيام. حتى الهجرة جعلها الله عز وجل حدا فاصلا للتمييز أيضا، لأن هذا الإنسان ما أصعب قيادة الإنسان. صحيح. لأن هذا الإنسان ركبه الله تعالى على صورة عجيبة لا يعلم ما في نفسه وفي قلبه إلا الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة وهو يبين لنا القرآن الكريم، أنا أسميه البيان لأن الرسول مكلف ببيان ما أنزل إليه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. ولكن المصطلحات التي استعملناها من بعد ذلك في الزحام الذي خلقناه حول تعاليم القرآن وتعاليم النبوة سمينا الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان القرآن سميناه الحديث، في حين القرآن يسمي القرآن الحديث، فبأي حديث بعده يؤمنون، الله نزل أحسن الحديث. حينما بين قضية الهجرة هذه، لأن ما كاش موجة، ما كاش حركة في الحياة لا يركبها المغامرون. أول ما بينه في المدينة المنورة قال أيها الناس يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، لأن حتى حركة الهجرة يمكن أن تركبها أن يركب بعض الناس موجتها لغرض ليس لغرض الهجرة. ولذلك نجد القرآن الكريم يفصل في القضية في قضية الهجرة، شكون هم المهاجرون؟
شكون اللي هم عندهم حقيقة صفة المهاجر. الله عز وجل يبين قضية الهجرة حينما جعلها فاصلا بين أهل الإيمان حقا وبين الذين لا علاقة لهم بالهجرة، لأن الهجرة مش الانتقال بالجسد من مكان إلى آخر، وإنما هو انتقال لتغيير استراتيجية للبحث على الأرض المناسبة من أجل غرس الفكرة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا، آمنوا بصح ما هاجروش، لأن الهجرة كانت فاصل، كانت يعني عملية لتمييز المؤمن بين المؤمنين حقا والمؤمنين بتقريب. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا صح. وإن استنصاركم في الدين بقوا هناك، وإن استنصاركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم وأولو الأرحام بعضهم وأولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. كانت الهجرة إذن لتمييز للغربة، لا، لأن في المجتمع المكي لا نستطيع أن نميزها بين. طيب اسمح لي في هذه سأسألك إذا سمحت لي، لماذا هاجر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكن بإمكانه أن يبني مجده في مكة وبالتالي تترسخ فيها عراقة العرب وحضارتهم؟ ما السر في أنه ينتقل من لا يبني مجده هناك ويبني مجد الأمة المسلمة هناك؟ مرة لنذكر لأن أرض مكة رفضت أن تزرع في هذه البذرة. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أنا لا أقصد أرض مكة ولا جبالها ولا أحجارها، ولكن أقصد قلوب أهلها. هذا القرآن يقول لقد بالتأكيد لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بقي أمران هنا، بقي إما أن نلجأ إلى القوة مثل ما يقول بعض الناس اليوم، ديروا جيرية، ديروا حرب، عصابات، ثورة، ولكن حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفقه الفقهاء، هو معلم البشر، لأن هذا الإنسان لا يمكن أبدا أن تحاوره بالقوة، لا يمكن أن تنجح بالقوة، ولا يمكن أن تخترق قلبه بالقوة، ولا يمكن أن تستفيد وأن تنتظر خيرا من الإنسان الذي يخضعه لك بالقوة. برافو. قد تقهره، قد تتغلب عليه، قد تسلط عليه سيفه، قد تصبح عنتر بن شداد فوقه، ولكن إذا لم تدخل قلبه فلم تفعل شيئا. بالعقل تام المشكلة. والله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والعكس صحيح، قد تكره الإنسان ويقول لك أنا مؤمن إذا أصبحت قويا، والناس هكذا يميلون إلى يميلون حيث تميل الرياح، أينما يرون القوة قد، ولكن هل حقيقة مؤمنون؟ في الهجرة إذن كانت اختبارا لإيمان المؤمنين الذي يترك ماله ويترك داره ويترك المكان الذي نشأ فيه ويذهب من أجله ويترك كل شيء وراءه ويذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أرض لا يملك فيها شيء. صحيح. لم يلد فيها ولا يملك فيها ولا نعم. ولهذا واجهة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المجتمع اللي كنا نحكي فيه، مجتمع بسيط في المدينة في مكة. لما راح اسمح لي مجتمع معقد دينيا ثقافيا، ثلاثة
فئات، كاين المؤمنين، كاين اليهود، كاين المشركين، كاين المنافقين، كاين النصارى، كاين ربما بصفة أقل، كاين التنوع العرقي والثقافي أيضا، والثقافي طبعا. إذن فهنا لازم فكرة، لازم الفكرة هي اللي تحل هذا الوضع. وهنا جت أستاذ الهادي الحسني فكرة الوثيقة، صح؟ كعقد اجتماعي. أي سنصل إليها بعد قليل. الله عليه وسلم لم يذهب إلى المدينة ليستريح هنا، أو للسياحة، ولكن يواجه مرحلة أخرى ربما أكثر تعقيد، ربما أكثر تعقيد من المرحلة التي كانت في مكة، لأن في مكة معروفون الذين كانوا يقودون الشرك ويقودون الكفر ويقودون العصيان، والذين رفضوا الإذعان لهذه الدعوة. ولكن في المدينة ستظهر مشكلة أخرى، ولكن صحيح. الظاهرة الإيجابية التي كانت قائمة في المدينة والتي ظهرت في المدينة والتي برزت هو فرز جماعة المسلمين التي كانت حول الرسول صلى الله عليه وسلم، بين بواسطة المهاجرين وبواسطة الذين قال الله تعالى عنهم الذين آووا ونصروا. في المهاجرون إذن الذين كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنصار شكلوا النواة الأولى لتنفيذ هذا المشروع الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أجله، لأن الله تعالى يقول لرسوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. صحيح. الدعوة لا يمكن أن تنتشر إذا لم تكن هناك مجموعة أو تكون هناك قلوب تأويها. صحيح. لأن مأوى الفكرة، مأوى المعنى، مأوى الدعوة، مأوى الإيمان هو قلوب المؤمنين. إذا الظاهرة الإيجابية التي كانت في المدينة المنورة هو فرض هذه مجموعة دع الإيمان دع المسلمين الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المجموعة هي اللبنة الأولى في بناء هذا المجتمع. ولكن هذه المجموعة كانت محاطة بمجموعات أخرى تناقضها، هذا مثل ما قال يهودي، هذا مشرك، هذا منش عارف، ثقافات كثيرة سائدة في المدينة، ومجتمع المدينة كان مجتمع معروف بتناقضاته. سيتضح لنا بعد ذلك آثار تلك التناقضات في المقاومة التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. صحيح. بعد ذلك لسنين. صحيح. نعم. إذا سمحت لي فقط أستاذ معول نستخلص من كلامك الطيب أنه من خلال الهجرة أكثر درسين يمكن أن نستقيهما بالإضافة إلى الأبعاد التربوية هي فكرة الابتلاء. الابتلاء هو جزء من حياتنا، ولولا ذلك كان الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام كما تفضلت أستاذ الهادي الحسني كان ممكن بالتمكين الإلهي أنه ينتقل إلى مرحلة أخرى بكل سهولة، وبالتالي نحتاج إلى أن نركز في أذهان شبابنا وفي أذهاننا أيضا بضرورة تقبل الابتلاء، ثم أنه جزء من الخبرة التي سنستقيها في حياتنا جمعاء ثم في حياتنا كلها. ثم الدرس الثاني هو أن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كما تفضلتما لم يكن في زيارة أو في نزهة أو في سياحة طالما أن التحديات كانت كبيرة جدا، وبالتالي الذي نحتاجه هو بناء فكرة المشروع. اليوم في مجتمعنا وعند شبابنا وفي مؤسساتنا أقول التربوية والاجتماعية، هل نبني فكرة المشروع في مجتمعاتنا أستاذ الهادي الحسني؟ ثم سأعود إليك إذا سمحت لي. يظهر لي أننا يعني أن نقول أننا المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ابتعدوا عن ما سماه الإمام الغزالي الله يرحمه فقه السيرة. السيرة ربما كاين ناس يحفظونها كحوادث، ولكن الأهداف الغايات هي التي تصنع الفرق، يغفل عنها كثير من الناس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال لم يصل إلى يثرب، إلى المدينة. صحيح. مباشرة بنى المسجد تاع قباء، لأنه هذا سبحان الله. الأمر الرمزي
ما يجب أن نستهين به بمؤسسة المسجد كمؤسسة. لا بد، يعني هذا مبدئيا قال نحط رجلي وأغرس من خلال هذه المؤسسة أبث الأفكار التي أهدف إلى، ولهذا المسجد مع الأسف حجم إلى أقل من دوره الذي من دور الخطر. إذا كان للصلاة فقط، ربي قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالهدف هناك أشياء كثيرة جدا، احنا كي معليش ربما هذا من الفهم، عندما في وقت أستاذنا سي سعيد شيبان كوزير للشؤون الدينية هو الذي دار هذا المشروع نتاع مؤسسة المسجد، مؤسسة هو فعلا مؤسسة المسجد، وسمى ما يقوم به المسجد الوظائف، الوظيفة التعبدية، الوظيفة العلمية، الوظيفة الاجتماعية، الوظيفة، كل هذه الوظائف يجب أن تعد لها. هو كان يقوم بهذه الوظائف في عهد الحبيب عليه الصلاة والسلام. كل شيء كان هذاك. الآن ربما نقدروا نعملوا الملحقات اللي تابعة المسجد أو بعضها على الأقل، فإذا لم يمكن ذلك علينا أن ننقل ما لب المسجد، أهداف المسجد، مهمة المسجد، ننقلها إلى المؤسسات خارج الجدار. فهمت؟ ما يمكنش الآن ندير برلمان في المسجد، بصح أخلاق المسجد لازم تروح للبرلمان، لازم تروح لمجلس الشورى، لازم تروح للأسواق. الرسول صلى الله عليه وسلم أين قال لأصحابه ولا لنا الآن من غشنا فليس منا؟ في السوق. سبحان الله. إذا راقب الناس وهم يروحون ويجيئون في حياتهم، هذا هو الإسلام الذي يجعله قابلا للحياة، أنه لا ينعزل في هذه الجوانب. كل فكرة باش نجعل قاعدة، كل عادة نمارسها إذا اقترنت بنية صارت عبادة. ما شاء الله. كل عادة، يعني من العادات الإسلامية الإنسان لازم يرقد. صح. إذا وضعت نفسك أو رأسك على الوسادة وقلت بينك ولم تقل نويت فقط، يا ربي أخذ قسطا من الراحة لأتقوى على ما أوجبته علي، هذا النوم راه عبادة. وتشكر الله على نعمة النوم. لو جعل النوم نعمة. إيه طبعا. كل شيء في عملنا، كيفاش قال ربي عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحان الله. في غدوك ورواحك لازم ما تكونش من الغافلين. سبحان الله. تستحضر الله عز وجل في كل شيء. فالدرس الكبير نتاع الهجرة وما أكثر الكتب التي تحدثت عن هذا، عن هذا الدرس الكبير هذا، أولها أن سيدنا عمر بن الخطاب الذي يفهم المعاني الكبير أنها جعلها مبتدأ تاريخ المسلمين. صحيح. وما حبش يجعلها كما يقول الأستاذ الله يرحمه الدكتور محمد فتح عثمان، كان يمكن أن نفعل كما فعل غيرنا من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية التاريخ، وكان سيكون معقول ربما ومن وفاته. أخطر واحد زاعي من بعد قال لازم نولي ونأرخوا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب لأنه فهم الانتقال النوعي للإسلام وللمسلمين من المرحلة المكية إلى المرحلة المدينة، فقال يجب أن نجعل من هذه الهجرة هو مبتدأ تاريخنا. سبحان الله. وفعلا قلت أشرت ربما ولا نذكر
هذا الأستاذ فتحي عثمان رحمه الله دار رسالة صغيرة حول الهجرة وسماها دولة الفكرة. دولة الفكرة, دولة الفكرة. نبتت. هذا محمد صلى الله عليه وسلم عنده فكرة ما أخذها معه. لم يأخذ أرضا, لم يأخذ شعبا, شحال راه هاجروا معه, لكن وجد أناسا آخرين ليسوا من قومه, من قبيلته, احتضنوا هذه الفكرة. جاءه سلمان الفارسي احتضن الفكرة, جاءه بلال الحبشي احتضن الفكرة, جاءه صهيب الرومي احتضن الفكرة. إذن فهي دولة ماهيش مربوطة بما يسميه بلك العلماء تاع الاجتماع ولا الحتمية الجغرافية. صحيح. لسنا مرتبطين, الإسلام ليس مرتبطا بما يسمى الحتمية الجغرافية. الجغرافية الفكرة ليس لديها حدود هنا ولا ما يكونش. الفكرة ليس لديها حدود, أي ما أرض قبلت هذه الفكرة فهي أرض. ولهذا عندنا المبدأ نتاع الإسلام, إن من المؤمنون إخوة. صحيح. أنا أخي الآن راه في مانيلا. صحيح. أخي راه في دكار, أخي راه في 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 العيون. صحيح. أخي راه في كل مكان يوجد فيه الله أكبر, لا إله إلا الله محمد رسول الله, فهو أخي عليه الصلاة والسلام. وتجمعنا أقوى شيء يمكن أن يجمعنا في إطار هذه الأخوة هو الفكرة التي نؤمن بها جميعا. نعم. طيب إذا سمحت لي أستاذ الهادي الحسني, أستاذ معول, كسؤال نختم به هذه الأمسية المباركة ونحن نتحدث عن الهجرة, ممكن بعض الشباب اللي يشاهدوا فينا, نحييهم جميعا, ممكن يقدروا يقولوا لنا وما بالنا وما بال الهجرة, هذه محطة تاريخية, ما الذي نحتاجه أو ما الذي سنجنيه من وراء هذا الكلام حول الهجرة؟ ألا تعتقد أستاذ معول أن الهجرة لا زالت مستمرة في زمننا هذا؟ ألسنا محتاجين فعلا إلى أن نهجر ما حرم الله كما فعل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وفعلا نحتاج إلى رسالة قوية كما تفعله دائما إلى شبابنا في إطار تفعيل بعد الهجرة في وجود المسلم بصفة عامة. شكرا. العفو. نزيد أخشى أن أنسى فكرة. إن شاء الله ما تنساش. إن لا يقضي فينا في روعنا أيضا أن رسول صلى الله عليه وسلم بمجرد ما ذهب إلى المدينة, قريش بقت هناك وهو بقى في المدينة, ولكن القريش لم تستسلم أبدا. نعم. لم تستسلم أبدا, والدليل على ذلك سنعرف من بعد ذلك أن كثير من المعارك بينه وقعت على أبواب المدينة. حول أحد راهي قريبة, وغزوة الخندق راهي داخل المدينة. ثم هذا المجتمع الذي ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان معقدا, والعنصر الأول في هذا التعقيد يمثله اليهود. هذا اليهود الذين كانوا يمثلون ديانة منغلقة. ما معنى منغلقة؟ لا يقبلون من يتبنى دينه, لأنهم قالوا نحن ابناء الله وأحباؤه, نحن الشعب الله المختار, وبقية البشر عبارة عن عبيد. صحيح. هؤلاء ليسوا فقط دين وليسوا فقط عباد, وإنما كانوا يسيطرون على كل مفاصل الحياة في المدينة. سبحان الله. كان عندهم السوق, وكانوا يحتكرون كل الإمكانات, وكانوا في الهجرة. إذن مرحلة ليواجه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التعقيدات ويفككها ويقيم هذا المجتمع الذي يتمكن فيه كل إنسان من أن يشعر بإنسانيته بكرمته, وأن يشعر بدوره, وأن يشعر بمكانته, وأن يشعر بقيمته في هذا المجتمع. والرسالة التي نوجهها إلى الشباب, الشباب الذي نوجهها إلى كذا, إلى في إطار الهجرة هذه أن الذي قاومه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة هو استعادة التوازن إلى هذا المجتمع. أقام سوقا على أنقاض السوق اليهود الذين كانوا يحتكرون, والذين كانوا يتعاملون يتلقون الركبان, والذين كانوا يبيعون البيع في بيعتين, والذين كانوا يمارسون بيع الحاضر للبادي, والذين المهم كانوا يسيطرون على الإمكان المالي لهذا المجتمع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن مؤسسة المسجد الذي تكلم عليها الأستاذ لا يمكن أن يكون لها تأثير إذا بقيت الاختلالات في المجتمع. واليوم في العالم بأسره
في العالم بأسره نلاحظ بأن الاختلالات التي تسود بين مختلف المجتمعات هي التي تجعل هذه الحروب تقوم، هي التي تجعل هذه الفساد ينتشر، هي التي تدفع إلى العدوان، هي التي تسبب في الدماء الآن، لأن الذين أحدثوا هذه الاختلالات لا يريدون أبدا أن يشركوا غيره من الناس في هذا الخير الذي سخره الله تعالى لجميع الناس. ليس علينا في الأميين سبيل. ليس علينا ولسان حالهم وممارستهم في كل زمان وفي كل مكان هو هذا. والعامل المالي اليوم المادي هو الذي يوجه السياسات، هو الذي يوجه كل هذه الحروب التي تنشأ وتندلع من هنا وهناك على حساب. ألسنا مسؤولون أساتذة الأفاضل الغالي. في النهاية ألسنا مسؤولين في النهاية على إغفال شبابنا كإعلام، إغفال شبابنا لدروس الهجرة كإعلام ومؤسسات تربوية واجتماعية وجمعيات في المجتمع؟ ألسنا مسؤولون؟ لأنه عادة قد نلقي اللوم عليهم، ولكن ضمنيا أين تقع مسؤوليتنا؟ لأننا حينما ندخل في تجزئية السيرة قالها رب جرى أموره وهذاك العود غطاس وهذاك بعيدا عن العبر، هم بعد ايه، هم بعد استقبلوه، هم بعد ما استقبلوش، هم بعد دار يعني شي بقى يقولها معليش هذه بالدرجه تاعنا دخلت في الدرجه تاعنا بريكولاج سميشي هذه. هذا قران الذي يصلح لكل زمان. الا اذا اردنا ان نفهم سيره الرسول صلى الله عليه وسلم ورساله الرسول صلى الله عليه وسلم وان نعي خلودها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، علينا أن نحسن قراءة الوحي، علينا أن نحسن قراءة حياة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى عنها لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. إسوة حسنة ماهيش برك في الأخلاقيات وفي كذا، نعم هذا شيء جميل، ولكن في كل حركة أحدثها وفي كل فعل قام به من الهجرة إلى غير الهجرة، في الهجرة في الفتح في كل المواقف التي وقفها، وسنصل إن شاء الله ربما بإذن الله في العدد المقبل ربما إن شاء الله على كل هذا إن شاء الله. الكلام طيب فعلا كيف لا يكون كذلك، وهو الحديث عن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث أيضا عن دولة الفكرة كما أشار إليها الفكرة الأستاذ. بمعناها الصحيح بالمعنى تماما أكيد، ماشي فكرة كما استعمل دولة الفكرة كما دولة الفكرة كما يصورها المنهج النبوي في محطاته التاريخية. الأفكار في مفهومنا باش يفهمونا الناس مليح، الأفكار في مفهومنا هو إعمال الفكر من أجل إنتاج الأفكار. طيب لعلهم يتفكرون هكذا يقول القرآن. طيب ممتاز هذه الإشارة. انتهى الوقت للأسف الشديد كالعادة يخترقنا الوقت بقوة. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة، نذكركم بأن البرنامج سيعد بثه صبيحة كل يوم خميس على الساعة 10:00. في النهاية معذرة، لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الحصة. أشكر الأساتذة الأفاضل علماء هذا المساء الطيب، الأستاذ الهادي الحسني شكرا على كل ما تفضلت به هذه الأمسية، شكرا جزيلا لك. أستاذ سعيد معول شكرا لك على كل ما تفضلت به من إضاءات في هذه الأمسية، شكرا أيضا للطاقم التقني الذي يسهر على نجاح وإنجاح هذا البرنامج الطيب، شكرا للمشرفة سيدة ليندا حرشوني، شكرا أيضا للمخرجة المبدعة تركية، وشكرا أيضا لكل الطاقم التقني، شكرا للمشرف العام على البرنامج سيد محمد عوادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.